الصواريخ. طرح مختلف دكتور هيثم. طبعا أستاذ مازن، يعني دكتور هيثم كأنه مع الثورة السورية ضد ما تفعله روسيا في سوريا، لكنه يبرر ما فعلته في أوكرانيا. عندك تعقيب على هذه الفكرة سريعا أستاذ مازن؟ طبعا عندي تعقيب، لأنه المنطق السليم المعتدي المجرم واحد، المجرم الذي قام بقصف وقام بأعماله بسوريا هو نفسه اللي قام بأوكرانيا. يعني منطق الإبادة ومنطق القتل والقصف هذا واحد، الحرب مدانة غير مبررة بكل المعايير. هذا ينبغي بالنسبة للسوريين إلنا نحن لملتاعين، إذا بدنا نقول من الأذى الروسي، بحاجة أن نقف بوضوح ضد العدوان والغزو الروسي. هذا موقف إنساني، موقف مبدئي، لا تبرر مهما كانت الحيثيات الروسية للقيام بحرب وتوريط العالم بكوارث، كوارث عم تترك آثارها الكبيرة. الحرب لم تنتهي، مفاعيلها بالنسبة لأوروبا هو تهديد مباشر. لما ألمانيا بترصد 100 مليار أورو لعملية التسليح وتتخلى عن نظريتها لا تسليح، ولما السويد وفنلندا اللي طول عمرها حياد بيضطروا انه يطلبوا الانضمام للناتو، هذا يعني ان الروس بسياستهم بتوجهاتهم شكلوا خطر حقيقي على اوروبا. طيب استاذ مازن، وفي المقابل الروس يقولون بانهم يشعرون بخطر حلف الناتو وباقترابه من حدودهم. هلا الحدود ليتوانيا واستونيا هن وثلاث جمهوريات هن بالناتو على الحدود الروسيه، هي حجه، هي ذريعه روسيه، لانه كانوا على الحدود لكن شعروا حاليا بالخطر نتيجه العقليه البوتينيه، هذا العقل التوسعي، العقل القيصري، هذا خطر على شعوب العالم كله. لذلك لازم يصير في وقوف ضد هذا التوجه، هذا شيء غير صحيح. طبعا هلا عم يستخدم، يعني هي حرب مفتوحة حاليا، عم يكون سلاح النفط، سلاح الغاز، الجوانب الاستراتيجية، معركة. هلا مبرراته انه هو بده يغير بموازين القوى الدولية، لكن شو الآليات، شو الوسائل؟ وسائل مدانة، مثل ما من دين اذا كان بالغرب لما بيستخدم اي شيء بإطار العدوان والقهر والغو، هذا المفروض يكون مدان. حاليا الروس هن اللي قاموا بالاعتداء على اوكرانيا، لا يمكن ان نبرر او نقف معهم بعدوانهم مثل ما عدوانهم. تمام استاذ مازن، عندك تعقيب سريع دكتور هيثم قبل ان اذهب الى القاهره من جديد؟ سريعا بس الموضوع، عدوك مو صديقك. يعني اذا كانت روسيا قامت بهذه الاعمال بسوريا فهذا لا يعني انه باوكرانيا كانت نفس الوضع، الوضع مختلف جدا بين اوكرانيا بالنسبه لروسيا يعني وبين وجودهم بسوريا. عدوك مو صديقك. يعني اذا اوكرانيا، يعني إذا بناخذ تصريحات حتى زيلينسكي وتويتر تبعه هذاك كان ضد سوريا ومع الأسد أكثر من روسيا بألف مرة بالمناسبة. أها طيب، خلينا أذهب سريعا للأستاذ.